شكرا جزيلا للزميل والنجم الكبير الكابتن عمر ربيع ياسين مع نجومه الكبار النجم الكبير الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. هننتقل الى من او مقر النادي الاهلي في الجزيره الى مقر قناه النادي الاهلي في مدينه الانتاج الاعلامي مع واحد من نجومنا الكبار النجم الكبير الكابتن سمير عثمان نجم التحليل التحكيمي. هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم. انا قلت في الاول ان هو بعض علامات الاستفهام على طاقم التحكيم، هل بسبب ان المباراه لم يصبح لها اهميه لانها في نهايه الدوري والدوري انتهى والنادي الاهلي فاز بالدوري العام المصري وحكم المباراه من الممكن. طيب ده لحظه طبعا وصول حكم طاقم التحكيم الى ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب. فسؤالي اولا هوجهه للكابتن سمير عثمان قبل ما ارحب بيه، قبل ما ارحب بيك وقبل ما اعمل اي حاجه، ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله منور منور يا كابتن. كابتن سمير معرفش انا بالنسبه لي طاقم التحكيم الاول لو تقول لنا على طاقم التحكيم. اوكي، طاقم تحكيم مجري النهارده طاقم حكام دولي كلهم بقياده فرانس كاراكو 37 سنه ومعاه مساعد حكم رقم واحد استيفان اولبرت وبولاش بوزاش ومعاه الحكم الرابع ادم فوركش، ده حكم رابع وكلهم طاقمه كله من المجر. فرانس دولي من 2016 وأقدم واحد فيهم مساعد الحكم اللي هو الأولاني استيفان أولبرت من دولي من 2007. طيب قبل ما نشوف رأيك في طاقم التحكيم، واللي أنا أعرفه أن طاقم التحكيم أو أشهر حكم في العالم وفي المجر هو فيكتور كاساي، وتقريبا أعتقد عمل مباريات كثيرة في الدوري السعودي. هنتكلم عن النقطة دي تحديدا، ولكن نطلع نشوف تقرير الأول يا كابتن سمير عن طاقم التحكيم واهم الارقام اللي عملوها وقد ايه الكروت الصفراء وكل حاجه، وبعد كده بقى نرجع ناخد من كابتن سمير وجهه نظره في الاختيار او في هذا الاختيار لحكم المباراه او لطاقم التحكيم من المجر. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. صافرة مجارية تدير القمة رقم 118 بقيادة فرانس كاراكو حكم للساحة، يعاونه كل من اشتيفان أولبرت كمساعد الأول وبولاش بوزاش مساعد ثان وآدام فوركش كحكم رابع. كاراكو ولد في 6 إبريل عام 83 بمدينة نيرجهازا بالمجر. بدأ مشواره التحكيمي في 2008، حصل على الشارة الدولية موسم 2016 بعد موسم واحد من ظهوره في الدوري المجري الممتاز. أدار الحكم المجري 139 مباراة في جميع المسابقات. يشتهر كاراكو بالإفراطي إشهار البطاقات الصفراء والحمراء، حيث أشهر البطاقة الصفراء 648 مرة وأشهر البطاقة الحمراء 28 مرة، بينما أشهر البطاقة الصفراء ثم الحمراء 26 مرة واحتسب 55 ضربة جزاء. لم يشارك الحكم المجري في إدارة أي مباراة خلال نهائيات دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، إلا أنه أدار مباراة واحدة خلال تصفيات المؤهلة لنهائيات دوري أبطال أوروبا، أشهر خلالها 4 بطاقات صفراء واحتسب خلالها ضربة جزاء. كما أدار 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الدوري الأوروبي، أشهر خلالها 19 بطاقة صفراء وبطاقة صفراء ثم حمراء والبطاقة الحمراء مرتين واحتسب ضربتي جزاء. أشارت تقارير صحفية أن كاراكو الحاصل على جائزة أفضل حكم شاب في 2010 مهدد بفقدان رخصته الدولية بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء وتسببه في لقطات مثيرة للجدل بالدوري المجري. تعتبر القمة 118 بين الأهلي والزمالك هي الظهور الأول للحكم المجري في القارة السمراء. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد هذا التقرير نشوف بقى راي كابتن سمير عثمان في طاقم التحكيم. لا بص، زي ما التقرير قال والحاجات المعلومات اللي احنا جات لنا، المعلومات طبعا قليله جدا على مسيره الحكم، لان هو دولي بس يا كابتن اسلام من 3 سنين من 2016، عنده 37 سنه، مش من الحكام المصنفين ولا اليت ايه
في قاره اوروبا ولا اليت بي. يعني اتمنى ولا ايه ولا بي ولا ايه ولا بي. والدليل على كده في التقرير برضو والحاجات اللي احنا قريناها برضو ما لعبش اي مباراه في تصفيات الشامبيونز ليج بتاعه اوروبا ولا في الدوري الاوروبي اللي كان بيتلعب بين الدول السنه اللي فاتت. بقاله 3 سنين بس في القائمه الدوليه، وكاتبين انه برضو رجع يعني دخل في القائمه الدوليه بعد تاني سنه ظهوره في الدوري المجري، ده يدل انه حكم كويس تمام. بس بعد كده مسيرته الدوليه 3 سنين ما يظهرش، بتبقى علامه استفهام كبيره شويه. فيكتور كاساي هو يمكن احنا اشهر حكم بالنسبه لنا من المجر، هو فيكتور كاساي تمام. واللي انا عارفه يعني ان هو حكم مباريات كثيره في الدوري السعودي بالظبط الفتره الاخيره او هذا الموسم بالتحديد. مظبوط مظبوط. يعني لماذا لم تتم الاستعانه بمثلا بواحد زي فيكتور كاساي؟ وحضرتك شايف ان طاقم التحكيم ده انا قلت في الاول عليه علامات استفهام، قلت نستنى راي الكابتن سمير. بص كان من الناحيه الفنيه الارقام مش في صالح الحكم تمام، بس قد يكون حكم مستواه الفني كويس، اتمنى ذلك. فيكتور كاساي كان لازم يجي طبعا في مباراه زي النهارده بغض النظر عن ارتباطاته، حتى لو هيبتدوا المعسكرات بتاعه الحكام لسبب بسيط يا كابتن. الاهلي والزمالك ده ديربي تمام، يعني بعد 3 4 5 سنين 10 سنين مش هيفتكروا مين الموسم اللي خدوا البطوله دي، بس ماتشات الاهلي والزمالك ليها وضع تاني خالص خاص. يعني لا بيفضلوا طبعا الناس فاكره مين اللي خد البطوله، ولكن لا انا بتكلم بقى العدد بقى المباريات بالظبط 118 لقاء، كما مين كسب مين اتعادل. فيعني انا كنت اتمنى برضو يجيبوا برضو حكم زي فيكتور كاساي، سمعته كويسه جدا. طبعا ممكن تسهله يا كابتن مثلا يعني، ما هو كله يعني هو كله بسعر واحد، كله سعر واحد، كله سعر واحد طبعا. يعني حكم ده دولي. زي ده زي ده زي احسن حكم في العالم. هي اليوم عشان بس تبقى عارفه يمكن اليوم هو مش عايز يجي خلاص، دي مشكلته. يمكن بقى بس احنا ما نعرفش الاسرار يعني. الله اعلم الله اعلم. بس اتمنى النهارده السر في المباراه يا كابتن، المباراه دي ممكن تنجح اعتماد على حاجه واحده بس، سلوك اللاعبين. لو سلوك اللاعبين النهارده كويس، لو هتجيب حكم درجه ثالثه هيدير المباراه بدون اي مشاكل. انما لا قدر الله لو سلوك اللاعبين ما كانش على مستوى الحدث، اعتقد اي حكم في الدنيا مهما يكون اسمه هتبقى الدنيا صعبه عليه. يعني بس غالبا اللي احنا عارفينه ان دايما الحكم الاوروبي او الاجنبي دايما بيبقى له بيفرض بيعرف يفرض سيطرته حتى لو اخطا في بعض الامور. اما بيخطا اللعيب المصري بيتقبل خطأ حتى الاجهزه الفنيه اللي بره، انما عندك الحكم المصري لو اخطا في رمي التماس بتلاقي الاجهزه الفنيه اللي بره واللعيبه ايه بيبقوا زي يعني زعلانين كتير. انما شخصيه الحكم رقم واحد مهمه. اللي قبلهم سلوك اللاعبين يا كابتن اسلام، النهارده لو سلوك اللاعبين كويس المباراه هتخلص بسلاسه ومش هنحس بالحكم. انما لا قدر الله لو في مشاحنات، وده اتمنى انه ما يحصلش، هتبقى المباراه تبقى صعبه شويه على طاقم التحكيم. بس في النهايه اتمنى له التوفيق يعني. احنا اتفقنا ان الحكم ده اجنبي وبالتالي بالزبط. سيدير هذا اللقاء على اساس القانون القديم برضو زي ما حضرتك يعني فتحت الموضوع ده من شهر ونص او من شهرين بالظبط، وبعد كده كل الناس فتحته بعدينا، لكن هيدير اللقاء على القانون القديم. دي معلومه مهمه جدا لازم نقولها للناس يعني. والله احنا نقولها للناس، بس الاهم حضرتك فتحت نقطه مهمه. المهم بس اتحاد الكوره يكون اهلا للحكم، انا وانت بنقول للناس اكيد قال له يا ريت، او يعني ده من المفترض ان احنا بدانا الدوري بشيء فينتهي بشيء بنفس الشيء. ده لازم ده لازم. بس هو طبعا ما هو لازم النهارده على فكره الماتش يتلعب بالقانون القديم، لو قدر الله تلعب بالقانون الجديد انت بوظ حاجات كتيره في الدوري. بس لازم يكونوا الناس بس المسؤولين يعني. اكيد حسام الجوهري طبعا اكتر واحد، حسام الجوهري انت حكم السابق طلع يعني مرافق لكل الحكام، انا شايفه ده اكتر حكم بصراحه تعب. ليه؟ انت السنه دي جبت حوالي 27 طاقم حكام اجنبي، حسام الجوهري كان معاهم مع 27 مع 27. حتى النهارده كنت قاعد بكلمه ان انا شاكك في تاريخ الحكم شويه، فقلت له انت متاكد ان هو ده اللي عمل كذا كذا كذا؟ كنت لسه قافل معاه من حوالي 10 دقائق. فاكيد اكيد حسام بلغ الحكم احنا النهارده هنلعب بالقانون القديم، فاكيد الحكم النهارده لازم بيلعب بالقانون القديم. عدم وجود الاثنين حكام الاضافيين اللي هم هل ده هيفرق النهارده؟ يفرق مع اللعيبه بتوعنا، لان انت خلاص اتعودت لا قدر الله اي حاجه في ال 18 عند خط المرمى وبين القائمين وتحت العارضه بتعتمد كتير قوي على الحكم الاضافي. بس الحكام بتوع النهارده مش متعودين عليه. بس تفرق في ايه بقى يا كابتن؟ لا قدر الله لو في ركله جزاء واضحه او كره دخلت وخرجت بسرعه والحكم ما شافهاش تمام، هيقول لك طب ما لو كان في حكم اضافي كان الموضوع اتحل. كنت اتمنى في ماتش زي ده احط اثنين حكام اضافيين، ايه المشكله؟ بس اللي هيعمل ايه؟ الحكم الاضافي هو بيشوف اللي احنا كنا شايفينه يعني؟ المشكله بقى يا كابتن يعني النهارده الماتش النهارده هو ينفع؟ ينفع، ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش حاجه، ما ينفعش حاجه خالص يعني. النهارده الماتش قيمته في الديربي
فقط يعني تحصيل حاصل، بس هو الديربي بتاع الدوري اللي بينهم هو ده اللي يفرق القصه كلها. اتمنى طبعا لو كان في حكام النهارده اضافيين مصريين كانوا على اساس ايه الماتشات كلها تتلعب رتم واحد يعني، انما في النهايه يا رب يعمل مباراه كويسه ويغير الصوره نحن واخدينها قبلها ان شاء الله، ويبقى هو نجم من نجوم اللقاء يا رب يعني باذن الله. اهم النقاط اللي احنا او ان الحكم يعني نعرف ان هو عدى بالمباراه بشكل جيد ايه؟ اول حاجه طبعا سيطرته على المباراه بشخصيته مش بالكروت ولا بالكارت الاصفر ولا بالكارت الاحمر، تمام، قرب من الكوره جريته في الملعب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا بنتفرج النهارده عشان قلت لحضرتك قبل كده في البرنامج هنا كذا مره عشان اعرف الحكم ده بيجري صح ولا غلط، لازم الكوره بنسبه كبيره تبقى على يمينه. يعني وانت بتتفرج كده على اي مباراه في العالم طالما ان الكوره على يمين الحكم اعرف ان الحكم ده بيجري صح. الحكم ماشي بشكل كويس. الكوره بقت على شماله فترات طويله يبقى تاكد الكوره دي هتخبط فيه ومش هيجري في مسار كويس، وفي حاجات كتيره مش هيشوفها. ليه انا برضو بقول الكره يا كابتن على يمين الحكم كابتن اسلام؟ عشان تبقى بينه وبين مساعد الحكم، طالما ان الكره على يمينه يبقى هو بيجري كده، يبقى الكره بينه ومساعد حكم رقم واحد. يا ده هيشوفها يا ده هيشوفها. بالظبط كده، اما تبقى على يمينه في الناحيه الثانيه برضو مساعد حكم رقم اثنين هيشوفها يعني لازم يجري بشكل قطري اعتقد. ده يجنو القطري في انحاءات على حسب مستوى اللعب. انما الرئيسي كده، طالما انه هيجري كده كره على يمينه. اتمنى ان شاء الله يبقى على مستوى الحدث وينجح. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يقول لنا اجواء ملعب المباراه. اجواء طبعا عمرها ما هتبقى طالما ما فيش جمهور عمرها ما هتبقى حلوه قوي يعني، لكن دائما استاد الجيش في برج العرب بيدينا اجواء حلوه. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح يقول لنا اخر الاخبار واجواء ملعب الجيش ببرج العرب. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك يا كابتن شاطر وللكابتن سمير محمود عثمان. هضيف على كلام حضرتك فعلا يا كابتن اسلام، محتاجين الجمهور القمه طبعا، محتاجين جمهور الاهلي جمهور الزمالك يكونوا موجودين في ارض الملعب. قمة طبعا تختلف بحضور الجمهور. خليني اقول لك كابتن اسلام، فريق النادي الاهلي وصل النهارده لارض الملعب في تمام الساعه 6:05 ثم وصل لارض الملعب بعد عقب النادي الاهلي بخمس دقائق فريق نادي الزمالك. الصوره والمشهد الجميل اللي ضربه النهارده ابناء اكاديميه النادي الاهلي، اصطف ابناء اكاديميه النادي الاهلي في اثناء دخول فريق النادي الاهلي وقاموا بتشجيع لاعبي النادي الاهلي، وفي اثناء دخول لاعبي الزمالك قام ايضا ابناء ولاعبي اكاديميه النادي الاهلي بتشجيع لاعبي الزمالك في اطار من الروح الرياضيه. حتى الان كابتن اسلام حاله من السريه تفرض على تشكيل النادي الاهلي، حاله من السريه تفرض على تشكيل نادي الزمالك. كل جهاز فني حتى الان لم يعلن اي تفاصيل خاصه بتشكيل اللقاء. يعني شغلك بقى فاروق صلاح، شايف هل من الممكن ان نرى مفاجاه في الاهلي او في الزمالك في هذه المباراه؟ يعني انا اتوقع ان الاهلي قد يكون هناك ثبات للتشكيل الاخير اللي ادى لقاء المقاولون العرب، اللقاء الاخير للنادي الاهلي. نادي الزمالك عنده الكثير من الغيابات، ممكن ان هو يحاول انه يدفع ببعض العناصر الجديده لتعويض الغيابات، ولكن زي ما قلت لحضرتك بالامس قد تكون هناك مفاجآت من جانب النادي الاهلي في تشكيل هذا اللقاء. والحد يعني حتى الان بقول لحضرتك لسه يعني الكفه تقدر تقول ايه، ولكن باذن الله قد يكون هناك مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي. طيب مش عايزين طبعا نعرف المفاجآت، ولكن هل هو الاقرب؟ يعني انا وجهه نظرنا انه هو هيكون بالنسبه للنادي الاهلي الاقرب هو تشكيل مباراه المقاولين. حتى الان لم يخرج ولا التشكيل الرسمي للنادي الاهلي ولا التشكيل الرسمي لنادي الزمالك، ولكن كل اللي احنا بنتكلم فيه يعني فاروق بيتكلم في حاجه وانا بتكلم في حاجه، كل واحد من معلوماته الخاصه يعني، وبالتالي يعني هنشوف ايه اللي هيحصل. اول ما هيجي التشكيله فاروق هتكون معانا على الهواء مباشره مره ثانيه. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ارض ملعب الجيش باستاد برج العرب. كابتن سمير، تتوقع المباراه من الناحيه التحكيميه تكون عامله ازاي سريعا عشان لازم نطلع فاصل؟ يعني سريعا ان شاء الله الحكم لازم يسيطر من الاول ان شاء الله. اول ربع ساعه لو عدت على خير الماتش ان شاء الله يخلص على خير. بس سريعا بس عاوز اقول لك انا لاحظت حاجه في القائمه الدوليه بتاعت المجر يا كابتن. احنا عندنا 7 حكام دوليين في المجر، 6 اوكي، 6 بس تمام، مع فرق طبعا الكوره. عندنا مساعدين الحكام هنا 7 في المجر، 10 عندهم 10 حكام مساعدين هنا 7 بس. الغريب بقى في الكره الشاطئيه النسائيه احنا عندنا محكمتين في المجر كره شاطئ. تصور غريبة بيني وبينك يعني. هي غريبة ان احنا اصلا ما عندناش كرة شاطئية اللي هي دوري اصلا.
عموما هنشوف بعد المباراة كابتن سمير طاقم التحكيم هيكون ان شاء الله يؤدي مباراة كويسة، وزي ما حضرتك قلت الناحية السلوكية والناحية الأخلاقية مهمة جدا في هذه المباراة. بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله نلتقي بعد نهاية المباراة ان شاء الله. شكرا جزيلا لنجمنا والنجم الكبير الكابتن سمير عثمان. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنروح لتقرير لتاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين، النادي الأهلي متصدر الدوري والوصيف نادي الزمالك. هنطلع نشوف فاصل وبعد كده تقرير، وبعد التقرير نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار، النجم الكبير الكابتن حماده صدقي، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني.